أرسلت شركة النظافة عاملين يقومان بتنظيف سطح إحدى البنايات العالية، وعندما وصل العاملان إلى البناية وجد المصعد معطلا، اضطر إلى صعود 40 طابقا عبر السلم وهما يحملان المعدات الثقيلة. وبعد جهد مضن وعناء شديد وصل العاملان إلى أعلى البناية. في هذه اللحظة التفت أحدهما إلى رفيقه وقال له: لدي خبرين، أحدهما سار والآخر سيء. قال صديقه: ابدأ بالخبر السار. فقال له: أبشر، لقد وصلنا إلى سطح البناية أخيرا. قال له صاحبه بعدما تنهد بارتياح: لقد نجحنا، هذا رائع، إذا ما الخبر السيء؟ فقال له صاحبه في غيظ: هذه ليست البناية المقصودة. العبرة من القصة: هل حددت أهدافك في هذه الحياة؟ ماذا لو مر العمر وتفاجأت في نهاية المطاف أنك لم تعش الحياة التي كنت تتمنى عيشها، بل عشت حياة شخص آخر؟ ماذا لو انتبهت بعد أن فات الأوان لتجد نفسك قد عشت حياة كنت تحاول فيها إرضاء الآخرين بدلا من أن تحيا الحياة التي تكون فيها راضيا عن نفسك؟ ضع أهدافا لحياتك طالما أن في العمر بقية، وتأكد أنك تصعد السلم الصحيح. تحياتي لكم أحبائي.